خلينا برضو نرجع تاني لأسعار المواصلات، لأن الحقيقة دي نقطة تهمنا جدا دلوقتي. في حاجتين، في القاهرة وفي الجيزة. الجيزة قالت لك في سعر جديد هيحصل، في تعريفة جديدة. القاهرة قالت لك ما فيش زيادة. تعالوا نعرف بقى بالظبط الأخبار إيه، والأخبار بنقول لحضراتكم دي مؤكدة ومن مصادر رسمية وموثوق منها. فاللي هتسمعوه مننا دلوقتي بخصوص أسعار المواصلات ده بإذن الله الفاينل، إلا لو الحكومة قررت تغير أي حاجة. نشوف دلوقتي أول حاجة الجيزة. الجيزة أقرت التعريفة الجديدة للسيرفيس والنقل الجماعي بزيادة من 10% ل 20%. محافظة الجيزة اعتمدت الزيادة المقررة في تعريفة الركوب بمواقف السيرفيس والنقل الجماعي بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، واللي هو كمال الداري محافظ الجيزة أكد أنه تم عقد اجتماع لإقرار الزيادة الجديدة وبحضور رئيس نقابة النقل الجماعي ومباحث المرور وكافة الجهات وإلزام السائقين بها حتى لا يتم استغلال المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تحديد الزيادة وفقا لمسافة كل خط. وأضاف عشان برضو نبقى عارفين الزيادات دي بناء على إيه، أضاف أنه هتتشدد الرقابة على كافة المواقف والنقل الجماعي بالمحافظة لمراقبة الزيادة الجديدة، مشيرا إلى أنه زي ما قلنا ستتراوح بين 10% و 20%. يعني أقصى زيادة ده لما يكون الخط آخر خط، حاجة بعيدة جدا، 20%. وأنه هيكون فيه اتخاذ لإجراءات رادعة حيال أي سائق لا يلتزم بالتعريفة الجديدة. إجراءات رادعة لأي سائق لا يلتزم بالتعريفة الجديدة، اللي هيعلي بمزاجه ده هتطبق عليه إجراءات رادعة. أكد أنه تم كذلك إلزام كافة السائقين بوضع ملصقات على واجهة السيارة بالتعريفة المقررة وخط السير من بداية الخط وحتى نهايته، فالمواطن يبقى راكب المواصلة وهو عارف السعر كام بالظبط. احنا معانا اتصال يا شباب. طيب من ناحية تانية اللواء علاء الهراس، نشوف كده أكد قال إيه. اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة أكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات، وهذه الغرفة على اتصال دائم بكافة الأحياء لمراقبة تطبيق التعريفة الجديدة والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتكثيف الحملات وتجديد الرقابة وضبط أي مخالفات من السائقين. انا بعتقد الحقيقه انه احنا لسه في الجيزه، لسه هنروح للقاهره دلوقتي. انا بعتقد انه ده مهم جدا، وفكره انك تقول انه دي قرارات الجديده ومن سيخالف هذه القرارات سيتطبق عليه القوانين وستطبق عليه وسيقوم بدفع الغرامات وستطبق عليه الاجراءات الرادعه، ده مهم جدا. بس الاهم من وجهه نظري تطبيق بقى هذا الكلام. ناخد مع بعض على الهاتف اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة. ست لواء صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح الخير يا فندم. أنا لسه قارية حالا دلوقتي قرارات صدرت من محافظة الجيزة بالأمس. اسمح لي بس أعرف كده عشان برضو أي مواطن دلوقتي بيسمعنا أو أي سائق سيرفيس دلوقتي بيسمعنا يبقوا عارفين، إيه الآليات يا فندم اللي هتتخذوها أو تستندوا عليها لتطبيق هذه القرارات؟ طب احنا بس نبتدي من الاول ونقول ان احنا من يوم الجمعه عملنا اجتماع، والاجتماع ده كان حاضره رئيس نقابه النقل البري عشان يبقى معانا ويحضر المناقشات ويبقى ما لناش حجه في اي حاجه. تمام. كان معانا مباحث المرور وكان معانا المرور بتوع المرور كمان، وكان معانا رئيس جهاز النقل عندنا جماعي، واحنا كنا موجودين. كل ده علشان زيادة الأسعار نعملها بطريقة عادلة بحيث إنها ما تأثرش على السواق، وفي نفس الوقت ما يقدرش يستغل المواطن. بالظبط. يستغل المواطن لأن المواطن هو اللي بيدفع. فإحنا عملنا الآلية دي بناء على خطوط السير بتاعت كل عربية في كل موقف، وعملناها بناء على البنزين زاد قد إيه، والصفيحة بتعمل كام كيلو للعربية، وعدد العربيه بتبقى محمله كام واحد، وحسبناه لان عدد الميكروباص بيبقى في مثلا فيه 12 14، احنا حسبناها على 10 عشان ما يبقى لناش حجه ونقول اصل الزيت اصل الكاوتش، يبقى دي شامله كل حاجه. ده واضح ده حضراتكم يا فندم يعني معبيين حجج من من مقدمي الخدمه عموما يعني. تمام. علشان يبقى ايه ما حدش ليه حجه ويقول لك طب انتوا عملتوا حساب البنزين ما عملتوش حساب الزيت، لا احنا عملنا كل حاجه. احنا عايزين نقفل عليهم اي شباك يقولوا منه حجج. تماما.
تمام. وبعدين المواقف بتاعتنا كلها حطينا عليها التعريف الجديد ونزلناها على السايت بتاعنا في النت على الحكومة الإلكترونية. ماشي. عشان كل الناس تقرا وتعرف. النهارده كل موقف من المواقف بتاعتنا المفروض فيه الأسعار بتاعت كل خط. احنا بنتمنى بس طبعا بالليل نزلنا مع السيادة المحافظ ومرينا على ثلاث او اربع مواقف رئيسية عندنا، طبعا كل موقف كبير بيبقى فيه مواقف تانية صغيرة. فاحنا مرينا عليهم وكلمنا المواطنين الركاب كلهم والسيادة المحافظ لم السواقين ونبه عليهم وقال لهم طبعا مش معقول ان كل واحد فينا في مصر يقعد يستغل التاني، بقى السواق يستغل الراكب واللي بيركب يقول لك ده اصل المواصلات غليت يوم يغلي الخضار وده يغلي وهكذا، بقى سلسله ماشيه كلنا بنغلي على بعض. هي سلسله ماشيه. الله ينور عليك. طب سؤال يا سياده اللواء، المخالفه تطبق ازاي؟ يعني دلوقتي لقيته سواق ميكروباص فارض تسعيره غير التسعيره الجبريه اللي انتوا اتكلمتوا فيها، او معلي زياده باكتر من 20% او 20% بس على خط مش المفروض تتعلى فيه 20%، اي مخالفه يعني هنعمل معاه ايه؟ اللي زودناه الاقاليم 10% كله والسيرفيس الداخلي ده زاد من 10% ل 20، يعني في موقف 10 وفي 15 وفي 20 طبقا للمسافه اللي هو مسافة فيها. احنا طبعا كل موقف هيبقى فيه ضابط مباحث ومباحث مرور، ضابط مرور والنقل الجماعي وواحد من كل حي موجودين في المواقف دي شغلتهم يتلاقوا سكان المواطنين. احنا المفروض ان العربيه بتتصادر لغايه ما بيدفع المخالفه دي 300 جنيه وكمان الضابط هنصادر العربيه، هنصادر العربيه وهندفعه 300 جنيه غرامه او مخالفه. مباحث المرور كمان بتعمل محاضر، المحاضر دي بتوصل للحبس، فالكلام ده كله السواقين عارفينه. ماشي. بس يتقال لهم تاني يا سياده اللواء، يتقال لهم تاني، مش عيب، يتقال لهم تاني ويتقال لهم تاني ويتطبق يا فندم، عشان هم لو شافوا واحد او اتنين حصل معاه كده في حاله ان هم خالفوا الكل هينتظم، لكن لو سمعوا قرارات وكل واحد فيهم بيخالف ومفيش حاجه حصلت يعني هيطبقوها ليه؟ ما هو احنا ابتدينا من امبارح وفعلا امبارح ماسكين بتاع 8. طيب انا دلوقتي لو مواطن يا سياده اللواء وركبت ولقيت انه سواق الميكروباص اما مش حاطط الستيكر او الملصقات او واخد طالب مني اجره غير التسعيره الجبريه او اي حاجه من المخالفات اللي حضرتك ذكرتها، اعمل ايه؟ اكلم مين؟ حاجه من الاثنين، يا هو في الموقف هيطلب القائمين على الموقف يبقوا قاعدين هيشتكي لهم. مين هيشتكي لمين في الموقف؟ معلش، هيشتكي للقائمين على الموقف اللي هم بتوع النقل الجماعي وبتوع المباحث وبتاع الحي، يا اما ولنفرض ان هو بعد ما مشي طلبه بديت يبقى هيطلب 114. 114 دي غرفه العمليات بتاعت المحافظ، هيقول له انا كنت راكب الميكروباص رقم كذا خط سيره كذا خد مني كذا. طيب واحنا هنتصرف مع السواق. عايزين يا شباب لو سمحتوا نحاول نتصل ب 114 نشوف بيردوا وعندهم المعلومه، يعني انا كمواطن حتى هتكلم دلوقتي اقول لهم ان انا عندي شكوى مثلا من سواق ميكروباص. أنا بشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة. لو خدنا 114 يا شباب ندخلها على الخط على طول بعد إذنكم، قبل ما يلحقوا يسمعوني بس على الهوا ويعرفوا إن إحنا هنعمل تست 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 تست. طيب دي الجيزة، يبقى الجيزة التسعيرة الجبرية من 10 ل 20% زيادة حسب المسافة، حسب الخط والمسافة، تمام. ولازم ستيكر الإيه؟ الإيه يا شباب؟ الجرس على الهوا. يلا ده 114. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والنبي
ما حد يقفل لغايه ما الخط يقطع. قطع الخط، قطع الخط. حاولوا يا شباب تتصلوا بيه تاني، انا هكمل الاخبار ونحاول دقيقتين كده، ماشي يعني دقيقتين ثلاثه كده ولا حاجه، ونحاول نتصل بيه تاني. يمكن بس اللي قاعد على السويتش مثلا يعني في الحمام ولا حاجه. احنا بس ده اللي بنقوله يا جماعه، احنا ده اللي بنقوله، يعني عايزين لما نطبق سيستم. انا والله العظيم ما هي مترتبه على فكره، انا يعني على الهوا كده قلنا نجرب، والله ما مترتبه. يعني عايزين نحط سيستم يا جماعه نحترمه واحنا نطبقه. انا لما اجي النهارده انا احط سيستم، لو مش انا اول حد اقتنعت بالسيستم ده وطبقته وحطيت له الاليات المناسبه ليه، ازاي هجبرك تحترمه وتلتزم بيه؟ لما انا بقول للمواطن لما تشوف زياده اتكلم وخليك ايجابي ولازم نحارب الفساد مع بعض وعندك شكوى اتصل برقم كذا، ورقم كذا ده ما بيردش. يعني احنا الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 9 ونص دلوقتي، الا شويه، الا كام دقيقه؟ ده وقت زحمه والناس رايحه اشغالها ايه اللي على الهوا؟ بيرن؟ كل ده بيرن، كل ده بيرن. خلينا احنا نكمل الاخبار، ولو رد يا شباب والنبي دخلوا لي على الهوا لو سمحتوا. نشوف بقى القاهرة أخبارها إيه. القاهرة ما فيهاش زيادة، محافظ القاهرة أكد أنه لا زيادة في تعريفة النقل العام، وأنه في حملات مكثفة على المواقف لمنع التجاوزات. السيد عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة نفى وجود أي زيادة في أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، وأكد أنه فروق الأسعار أسعار السولار والغاز سيتم تحميلها على موازنة الهيئة دون تحميل أي أعباء إضافية على المواطنين. وطالب كمان اللواء رزق علي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بتكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة لمواجهة احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومي، وخاصة في حالة محاولات بعض سائق السيرفيس اللي هما ابتزاز بقى الركاب. طيب معانا على الهوا؟ طيب احنا الشباب دلوقتي عشان تكونوا حضراتكم تابعين معانا برضو، اتصلنا تاني بسيادة اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة، بنقول له او بنشتكي له ان احنا بقالنا داخلين في 3-4 دقايق دلوقتي بنتصل معايا على الهواء. سيادة اللواء صباح الخير يا فندم. اهلا يا فندم. 114 ما بيردش يا فندم على ما بيردش. انا هشوفه دلوقتي يمكن في حاجه في السيستم بس. طيب يا ريت يا فندم، ويا ريت يا سيادة اللواء، يعني انا مش محتاجه اوصي حضرتك، ويعني انه لما نفرض نظام لازم احنا اول ناس تكون بتحترم النظام ده، لكن فكرة طبعا. ان انا بقول المواطن خليك ايجابي واتصل بالخط الساخن وقدم شكوى لو لقيت سواق سيرفيس بيسرقك او مش حاطط ملصقات او كذا او كذا او كذا، وانا رقم اللي بقوله للمواطن ده ما بيردش، ولا الموظف قاعد نايم، ولا الموظف قاعد مش عارف اصلا انا هاخد الشكوى اعمل بيها ايه، انا كده يا فندم ما بديش اي مؤشر ايجابي الصراحة من الدولة. لا هشوفه حالا. شكرا يا فندم. شكرا يا سياده اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزه. نرجع الى محافظه القاهره، وزي ما قلنا ان السيد عاطف عبد الحميد محافظ القاهره طالب اللواء رزق علي رئيس مجلس اداره هيئه النقل العام بتكثيف العمل والورديات والدفع بكامل اسطول الهيئه لمواجهه احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومي. واهم حاجه كانت يعني مشار اليها في هذه التصريحات انه نحاول نقضي على حالات او محاولات ابتزاز بعض سائقي السيرفيس للركاب عشان يزودوا قيمة التعريفة المقررة.